بسم الله الرحمن الرحيم. رجل أنقذ عائلة من الغرق في الوادي بشجاعته، ورجل أنقذ عائلة من حريق أحاط بمنزلهم، لكن العجب تلك المرأة التي تنقذ الناس في القبور من الحريق والعذاب، والعجب أكثر أنها جالسة في بيتها، عجباً! ما تفعل تلك المراه لقد فاقت ذاك الرجل وهو ينقذ عائله من الغرق وذاك من الحريق لكن السر ينكشف امامك اخي الحبيب اختي الكريمه اذا علمنا انها ترسل باناملها رساله للناس في كل ليله قبل النوم تذكرهم بقراءه سوره تبارك وتوصي الناس بقراءتها والتي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، فكم أنقذت هذه المرأة برسالتها بإذن الله من قبر كاد ان يشتعل على صاحبه فتحول لجنان فكن انت منقذا لنفسك بقراءتها وللناس بنشر المقطع فلا تعلم من يقرا تبارك ويكون في ميزان حسناتك وصلى الله على حبيبنا محمد واله بعدد من قرا تبارك وبمن غفل.